النشاط المحلي من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، تعززت خارطة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية تلمسان بعدد من الهياكل البيداغوجية والبحثية التي من شأنها ضمان دخول جامعي ناجح. مختار مذكور. قطب أكاديمي جديد تعززت به منطقة شتوان بتلمسان لفائدة طلبة الطب والتكنولوجيا. المكسب يأتي تحقيقا لمبدأ انفتاح الجامعة على محيطها العلمي والاقتصادي وفق رؤية مبنية على جودة التعليم. الطب التكنولوجي الذي يحتوي على 4000 مقعد بيداغوجي، من بينها 2000 مقعد بيداغوجي بكلية الطب، 1000 مقعد بيداغوجي للمدرسة العليا للمانجمنت، و1000 مقعد بيداغوجي للمدرسة العليا للعلوم التطبيقية. الدخول الجامعي لهذا الموسم يميزه استحداث تخصصات جديدة، إضافة ثلث اختصاصات جذوع مشتركة في تكوين المهندس. هناك شعبة الإلكتروتكنيك وشعبة الهندسة المدنية وشعبة الهندسة الميكانيكية. كذلك كلية التكنولوجيا هذا العام أضيف لها قسم ثامن تضم 8 أقسام. القسم الجديد هو قسم الهندسة الصناعية. استقبال 8434 طالب جديد متحصل على شهادة بكالوريا 2023، تأهيل جديد لماستر في الذكاء الاصطناعي بقسم الإعلام الآلي في كلية العلوم. هنالك أيضا الجديد هو في التكوينات في جامعة تلمسان، هو ليسونس في اللغة الإنجليزية عن بعد. هياكل بيداغوجية مجتمعة من شأنها تعزيز خارطة التعليم العالي بولاية تستقبل طلابها من مختلف مناطق الوطن ومن إفريقيا. تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الرامية إلى توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، كما توظيف 229 أستاذا بجامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل، رقم يبرز مدى اهتمام الدولة بالباحث الذي يعتبر حلقة مهمة في بناء جزائر جديدة في مختلف القطاعات. وظف اليوم ما يقارب 229 أستاذ في جميع التخصصات، وهذا سيجعل من جامعة جيجل أن تهتم أيضا بالكيف لكاليتي دي زونسينيومون في المستقبل، و ستتطور إن شاء الله بهذا العدد الهائل من الأساتذة. نبارك للأساتذة الجدد في جامعة جيجل، وسوف يخضعون لتكوين لمدة سنة في اللغة الإنجليزية وكذلك في التي سي من أجل استعمال منصة موديل للتدريس عن بعد، وكذلك بعد التكوين لكي يكونوا في المستوى. تنمويا وفي إطار فك أزمة الاختناق المروري وتسهيلا لسير المركبات، تم بولاية قسنطينة إنجاز محور ربط الطريق الوطني رقم 3 بالطريق السيار. نور الدين بن عابسة. هذه الرتبة الواقعة بديدوش مراد، سكانها ينتظرون بشغف الانتهاء من أشغال المنفذ المؤدي للطريق السيار شرق غرب، لما يمثله من اختصار للمسافة دون عناء العودة إلى الوراء، حيث الطريق الوطني الذي يشهد ازدحاما من حين إلى آخر. احنا قطب حضاري جديد يضم 6000 ساكن عدل، وفيه برامج كبيرة سكنية خلافصية خلاف. في 21 تسليم المفاتيح بدينا نسكنوا، من ثم وحنا نعانيوا إلى يومنا هذا، علاوه على جال المنفذ هذا للطريق شرق غرب، ديما كاينه بيست هادي ديما صعيبه بزاف على الدخله ولا في الخرجه، باه ندخلوا للشرق غرب ولا باه المنفذ باه نخرجوا ولا باه ندخلوا. الطريق مكسره، بيست ما تقدرش، ما ديرونجمون كبير. احسن طريق تقدر تمشي عليه وتروح باي مكان هو طريق السيار، فانت لما تربط موقع كما هذا بنايات هادو بتاع اديال تربطهم طريق السيار، فانت عملت انجاز كبير. اشغال ربط الطريق الوطني رقم 3 بالطريق السيار شرق غرب متواصلة، ونسبة التقدم قدرت ب 97% لحد الآن، وتعمل الشركة الجزائرية لأشغال الطرق على ردم محور الدوران لتمكين ربط المحور بمحول ديدوش مراد رقم 9، وذاك مكمن المشكلة. تم إنجاز 7 كيلومتر أشغال منتهية 100%،
تبقى هذه القطعة فيها حوالي 270 متر. كان التأخر فيها ناجم عن عدم توفر مادة الردم، وبفضل السلطات المحلية لولاية قسنطينة على رأسهم السيد الوالي تم منح الشركة ترخيص باستغلال منجمي لمادة الردم في حدود شهر إلى 40 يوم، إن شاء الله يكون الطريق مكتمل على 7.2 كيلومتر، القطعة المخصصة للشركة الجزائرية لإشغال الطرق ألترو. الشركة الصينية من جهتها تعمل على إتمام ربط محور الدوران بالمحول رقم 9 بالطريق السيار في النقطة الكيلومترية 212، وتكمن أهمية الربط في تسهيل عملية دخول مستعمل المركبات القادمين من ميناء جنجن، فضلا عن سكان ديدوش مراد وزيغود يوسف. قمنا برفع كل العوائق المتمثلة في سواء كان تيار كهربائي عالي الضغط أو تيار كهربائي متوسط الضغط أو منخفض الضغط، مع نزع الملكية لتسهيل عملية إنجاز الشركة الصينية والمشرف عليها صاحب المشروع لادا لمقطع 3.1 كيلومتر. مثل هكذا مشروع كان مطلب سكان زيغود يوسف وديدوش مراد لتسهيل الوصول إلى الطريق السيار وربح الوقت نحو قسنطينة وولاية سكيكدا، فضلا عن التخفيف من حدة الضغط على الطرق الوطنية والولائية. ومن ولاية قسنطينة يلتحق بنا نور الدين بن عبسة للمزيد من التفاصيل. مساء الخير. يحضر معي الآن ممثل عن مديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة ليعطينا أكثر تفاصيل حول المشروع. أهلا سيدي. مرحبا. لو تحطنا في صورة هذا الجديد لهذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. سجلت مديرية الأشغال العمومية لولاية قسنطينة في مدونتها تحت عنوان ربط الطريق الوطني رقم 3 بالطريق سيار شرق غرب محول ديدوش مراد رقم 9 بغلاف مالي يقدر بحوالي 4.77 مليار دينار جزائري، أي أين المشروع ينشق إلى شطرين، شطر خاص بحصة الطرق لمتكفل بها شركة ألترو الجزائرية، وحصة الجسور الفنية الخاصة بمؤسسة المنشآت الكبرى لوانجوا، حيث تم الانطلاق في المشروع سنة 2014 وعرف بعد التأخرات، وهذا راجع إلى غياب مقالع الحصى على مستوى ولاية قسنطينة. والحمد لله بفضل الجهود المشروع هو حوالي يتقدم بنسبة 97%، وبعد حوالي 45 يوم إن شاء الله سوف يتم استلامه ووضعه حيز الخدمة، حيث الأشغال المتبقية والمتمثلة في أشغال الردم على مستوى محور الدوران الرابط بين المحور الممتد على 7.2 كيلومتر ولا محول ديدوش مراد الممتد على مسافة 3.1 كيلومتر. شكرا لكم سيدي على كل هذه التوضيحات، لكم الخط. شكرا لك نور الدين بن عبسة، كنت معنا من ولاية قسنطينة. وضمن استراتيجية الدولة لتسهيل حركة المرور، وتيرة متسارعة تشهدها أشغال إنجاز الجسر الجديد الرابط بين المحمدية وشارع طرابلس بالعاصمة، والذي يمتد على مسافة 600 متر بنسبة بلغت 99%، فيما يرتقب وضعه حيز الخدمة في الأيام القادمة. أسيغريب. الجسر الرابط بين المحمدية وشارع طرابلس منشأة فنية ستحدث ديناميكية مرورية وتسهم في فك الازدحام الذي تشهده ولاية الجزائر. من داك ضرب واحد نص ساعة الطريق هذه تاع وسمو تاع لافيجيري تكون جاي ضرب واحد بصح كيما هاد الطريق تو كي داروها ولا غير ما شاء الله، راني نشوف فيها حتى تنقص لي واحد ربع ساعة من وقتي سورتو في اوقات الدروة. هذا راه خط اجتنابي يبعد على الخط المدخل الرئيسي تاع العاصمة، وفيه يعني امتيازات وحاجة مليحة، وحتى اللي يروحوا الجامع الأعظم يعني يقدروا يجتنبوا
ما من المواطنين اللي يجون بليدة ولا من الشرق العاصمة يقدروا يجوزوا منا ويسهل لهم أمور بزاف بزاف. أنا الصباح نخرج على السبعة، دوكا مع البوان هذا تخرجي على السبعة، ونص دير ربع ساعة هذيك لا 20 دقيقة، حاجة مليحة. 60,000 سيارة يوميا تعبر هذا الجسر الجديد المرتقب استلامه خلال الأيام القليلة القادمة. حوالي 99% يعني الاشغال انتهت، فقط نقلنا بعض يعني الاجزاء اللي كما راكم تشوفوا الطبقه الزفتيه على كامل الجسر اليوم وغدوه ان شاء الله لننتهي من يعني المسار الرئيسي. منشاه فنيه قاعديه بسواعد جزائريه ومواد محليه ووسائل وطنيه، من شانها المساهمه في تطوير المنشات القاعديه وشبكه الطرقات في الجزائر. نظمت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية خنشلة حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر الفيضانات تحسبا لفصل الخريف المعروف بالتساقطات الكبيرة للأمطار، وهي العملية التي استحسنها قاطن هذه القرية عبد الرحمن شباح. وسط هذه الجبال تقع شعبة توشنت بيابوس، منطقة معرضة لمختلف التقلبات الجوية من سيول وفيضانات. منطقة توشنت معروفة بالفيضانات، فيها أخاديد، يقدروا يتلحوا فيها الاولاد، يقدروا تكون فيها حوادث. هنا احنا في منطقه غابيه، هذه تسمى معرضه للفيضانات اليا في فصل الخريف. الوديان يجيو فجائيا، يعني احنا عندنا مطالب كمجتمع مدني كجمعيات هنا في بلديه يابوس، عندنا مطالب انشاء الحواجز المائيه. توعية السكان وتحسيسهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية من شأنه التقليل من الخسائر البشرية والمادية، خاصة بالنسبة للسكان المتاخمين للوديان والغابات. قمنا بحملة تحسيسية خاصة بالوقاية من مخاطر اندلاع الحرائق في الوسط الغابي والشبه الحضري، وكذا الفيضانات التي تشهد بداية موسم فصل الخريف والذي معروف في منطقة الأوراس خاصة المنطقة الجبلية بتساقط جد كثيف وجد معتبر للأمطار، بحكم أن المنطقة جبلية بها وديان، بها منحدرات، بها مرتفعات. حملات نفعها كثير، موجهة للكبير والصغير لتجنب الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالمواطنين وممتلكاتهم جراء السيول والفيضانات. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.